أما عن تشقير الحواجب للمرأة فإذا كانت تفعل ذلك بمادة لا تزيل الحاجب وتفعله لزوجها أو في بيتها فلا بأس بذلك لكن لا يجوز أن تتبرج به لأجانب ولا يجوز أن تستعمل مادة تزيل الشعر فتكون بعد ذلك نامصة ولا يجوز أن تدلس بالنمص على خاطب بالتشقير على خاطب من الخطاب